وانت سببي عايشيني في الدوت حيالية كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت رايي. انا اسمي شيمون صيف وفي عمري 20 سنة مدينة المحمدية. امس بدات هذه الهوايه ديالنا ملي كنت صغير كان عزيز عليا الموهبه. كنت في المدرسه كنغني في اي بلاصه كنغني اي بلاصه مشيت لها كنغني. يعني ما فكرتيش انك تشارك في مسابقه ديال المواهب بحال الساعه؟ ان شاء الله كنفكر ان شاء الله. برنامج مغربي ولا عربي؟ المغرب برنامج مغربي. انا عز لي الراي. انا يا اسمي شبك سلي حسني. وانت سببي عايشيني في الدوت حيالية كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت آرايي تبعتي الكمال وقلتي لي صايي وانا في عشقك يا بوحدي البطايي تهمتيني قلتي داير رايي آرايي آرايي متوحشة في خاطري نلقالها يا دربة وحدة يا قطعوا اخبارها شسرالي وش صرالها رايي رايي وين راها يا قاع ما بنت ليش هي راحت يا كي بغيتوني نعيش به نزها قلبي ما خلاني رايي رايي. الفنان المغربي اللي كيعجبك واللي كتاخذو قدوة ديالك؟ الفنان المغربي صراحة الشباب سعد مجرم. كيفاش هذا الشيء اللي تشد مؤخرا؟ ها؟ غافيك بلي تشد؟ ضروري راه كيبقى ولد بلادك كيف ما كان الحال. غافيك بزاف. شو أكثر أغنية كتعجبك عن سعد؟ ديال انت باغية واحد يكون دمه جامد ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا بزاف قال درويش ما بغاش قلبك يفيق ما سديتيش معايا طريق عمري بك ما نتيق دليك بعد عليا طموح ديالك ان شاء الله مستقبلا. شنو طموح ديالك؟ عندي بزاف ديال الطموح بالنسبة للغناء. الفنان المغربي معروف مشهور بحال الحاج. علاش لا؟ اي واحد كيبغي هذا اي واحد كيبغي تكون حتى بحالك بحال. عمرك فكرتي دير شي فيديو كليب ديالك او لا مستقبلا؟ لكن نفكر ان شاء الله في هذه الايام ان شاء الله. توفيق امين. الناس اللي عندنا يشجعوك حتى هما يتعرفوا عليك. شكرا. شنو الرساله الكلمه الاخيره تبغي تقول؟ الكلمه الاخيره هي مكراناش حنا نوليو بحال حل جميع الفنان ان شاء الله. شكرا.